السلام عليكم، انا جعفر. فيديو عن حظوظ الهلال والاهلي في تحقيق الدوري السعودي للمحترفين. الدوري السعودي وصل للمراحل الاخيره واللي بقى بس 5 جولات، وانحصرت المنافسه رسميا بين بطل الموسم الماضي نادي الهلال وبطل الموسم ما قبل الماضي النادي الاهلي. الهلال في الصداره ب 46 نقطه من 13 انتصار، 7 تعادلات وهزيمه واحده بس. الخساره جت من نادي الفيحاء بنتيجه 2-1. الهلال يملك افضل دفاع في الدوري، استقبل بس 20 هدف خلال 21 مباراه، وقدر يحافظ على نظافه شباكه في 5 مباريات هذا الموسم. اما هجوم الهلال فسجل 40 هدف ويعتبر ثاني اقوى خط هجوم في الدوري هذا الموسم. النادي الاهلي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة وفارق 4 نقاط عن الهلال، 42 نقطة من 12 انتصار، 6 تعادلات وثلاث هزائم، وواحدة من هذه الهزائم كانت من الهلال بنتيجة 2-0. الاهلي صاحب اقوى هجوم في الدوري برصيد 49 هدف، وقدروا لاعبيه يسجلوا في كل مباريات الموسم ما عدا مبارتين بس، واستقبل دفاع الاهلي 25 هدف وهو ثالث افضل دفاع في الموسم، وبقى للفريقين 5 مباريات منها مواجهة مباشرة بين الطرفين. الهلال بيلعب مع الفيصلي والفتح على ارضه ومع الاتفاق القادسيه والاهلي خارج ارضه، اما الاهلي بيلعب مع القادسيه والرائد خارج ملعبه ومع التعاون احد والهلال على ملعبه. وبنظره سريعه على مواجهات الفريقين، الاهلي راح يواجه اصحاب المراكز الثلاثه الاخيره، ومجموع نقاط الفرق اللي راح تواجه الاهلي بدون حساب نقاط الهلال راح تكون 82 نقطه، بينما مجموع نقاط الفرق اللي بتواجه الهلال بدون حساب نقاط الاهلي بعد راح تكون 97 نقطه. وبالارقام بين النقاط وعلى المباريات على الارض وبين الجمهور، اللي تبقى من مباريات الاهلي يعتبر اسهل شوي اللي تبقى للهلال المتصدر، لكن هذه كرة القدم ودائما تخرج عن الحسابات وما تعترف بالأرقام. الهلال يحتاج ل 11 نقطة ويحسم اللقب، وإذا ما وصل الفريقين للقاء القمة بينهم في يوم 7 أبريل في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، وواصل الفريقين الانتصارات وظل الفارق 4 نقاط بين الطرفين، فيحتاج الهلال وقتها للفوز أو التعادل ويحسم اللقب أمام الأهلي. أما نادي الأهلي فراح يكون بحاجة للفوز وانتظار تعثر الهلال في الجولة الأخيرة إذا ما أراد اللقب. وبس للتذكير، في حال تعادل الفريقين بالنقاط فنظام الدوري السعودي للمحترفين يعتمد على المواجهات المباشرة بين الطرفين، والهلال حسم موقعة الذهاب بهدفين نظيفين، يعني مباراة الإياب في جدة راح تحسم كل شيء. وبس هذا ملخص سريع لحظوظ الفريقين في الدوري السعودي. مين اللي تشوفه أقرب لللقب؟ هل يكون لقب ثاني على التوالي للهلال أو يعود الأهلي ويحقق اللقب من جديد؟ عطونا رأيكم. سلام.